أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو يستعرض أبرز الجهود المصرية لتأمين إمدادات القمح، وذلك في ظل تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية وتأثيرها على معدلات إنتاج وتصدير ذلك المحصول الاستراتيجي. وأوضح المركز أن التحرك المصري لتأمين إمدادات القمح استبق الأزمة الأوكرانية الروسية بسنوات عدة، موضحا أن القيادة السياسية في عام 2017 قد تنبهت إلى خطورة عدم كفاية الاحتياطي الاستراتيجي من القمح إلا لتغطية احتياجات 18 يوما فقط في ظل هذا الوقت، مما دعا الدولة المصرية إلى إطلاق أكبر مشروع قومي لإقامة صوامع الغلال لزيادة قدرات التخزين، مما أدى إلى ارتفاع مستوى الاحتياطي الاستراتيجي من القمح إلى 4 أشهر حاليا. أشعل لهيب الأزمة الروسية الأوكرانية أسعار القمح عالمياً، حيث تسهم البلدان بأكثر من 25% من إنتاج وصادرات القمح العالمية. ومع اندلاع الأزمة بينهما، قفزت أسعار القمح العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008. ورغم تصاعد المخاوف، فإن مصر أحرزت السبق بسنوات لتأمين ملف القمح. وفي حين تنتج مصر 9 ملايين طن من القمح سنوياً، وتستورد النسبة الباقية لتغطي استهلاكها 19 مليون طن، فإن مصر عملت دائماً على خلق بدائل تحفظ الأمن الغذائي وتسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وذلك من خلال مشروعات كبيرة تتوسع في زراعة القمح ومصادر أخرى متنوعة. وقد نجحت مصر في تنويع استيراده من 16 دولة، لتنهي بذلك عصر الاعتماد في سد احتياجاتها على دولة واحدة. أطلقت مصر أكبر مشروع لصوامع الغلال، والتي تدار بأحدث نظم تكنولوجيا التخزين في العالم، فقل الفاقد وزادت الساعات التخزينية للقمح لترتفع من 1.2 مليون طن فقط في 2014 إلى 3.4 من 10 ملايين طن حالياً. فزاد الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، ولم يكن يكفي إلا 18 يوماً في 2017، إلى أن أصبح الآن يغطي احتياجات أكثر من 4 أشهر. ولقد زادت مساحات القمح المزروعة خلال عام 2017 من 2.9 من 10 مليون فدان إلى نحو 3.6 من 10 ملايين فدان في 2022، بفضل المشروعات الزراعية الجديدة في الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتشكى وشرق العوينات. وتستهدف مصر في 2023 زيادة رقعة القمح المزروعة بنحو 500 ألف فدان، ثم بنحو 1 مليون فدان في 2025، لكي تحدث فارقاً كبيراً بتوفير 16 مليار جنيه من إجمالي فاتورة استيراد القمح التي تبلغ حالياً 22 مليار جنيه. ولقد واصلت مصر تحركاتها الاستباقية في ملف القمح طوال 8 سنوات، بما يشهد لها ولقيادتها السياسية الواعية بأنها قادرة دائماً على تخطي الصعاب وحفظ الأمن الغذائي للمصريين من أجل حاضر مشرق ومستقبل أكثر ازدهاراً.